مانويل فرنانديز هل يعود فالنسيا ليتقدم مره ثانيه في هذا اللقاء؟ لعبت حلوه وراسيه وجول جول عن طريق اللاعب براخا. براخا سجل في لقاء روزنبورغ وعرضنا براخا بقى يعيد الابتسامه في مدرجات هذا الملعب ويعيد فالنسيا نحو التقدم. براخا لعبت حلوه الكره الحقيقه بمهاره عاليه جدا وادي امامنا الكره من مانويل فرنانديز. خطا دفاعي من الدفاع من ارسو خوانيتو وايضا من وسط الملعب من اللاعب كابي في الرقابه. ادي امامنا الاعاده، شوف حضراتكم الاعاده تعدي الكوره في رقابه كانت من قبل اللاعب دابيا وادي امامنا هنا بقى يعني نهايه داميه في هذه اللحظات في مرمى فريق بيتس اللي